يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات حيث أنهم صغار السن ووالدهم متوفى وليس هناك أي دخل يعيشون منه؟ الإخوة والأخوات الفقراء يجب نفقتهم على قريبهم الغني، فإذا كان كما ذكرت أنك غنية وأن إخوتك فقراء وليس لهم مال ولم يترك لهم والدهم مالا، فإن نفقتهم تجب عليك، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن الواجب أكثر من هذا وهو الإنفاق عليهم.